فانا عايزاكم تفرحوا لي. انت حامل؟ ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده بجد ان شاء الله باذن الله هيبقى جامد قوي، عشان انا بجد مبسوطه جدا. انا مبسوطه قوي قوي النهارده. في خبر يا جماعه بجد سعيد قوي هتعرفوه دلوقتي حالا، وانا هفاجئ بيه محمد. قبل اي حاجه، لو انتم بتشوفونا اول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تمام؟ وتوصلوا بقى الفيديو ده 10,000 لايك بجد، عشان المفاجاه بجد تستاهل. مش عارفه اجيبها لكم ازاي، انا متحمسه جدا. بس يعني حاجه كده قعدنا كتير قوي نتمناها، وبعد كده حصلت فجاه وفرحنا بيها قوي، وبعد كده حصلت دلوقتي تاني فجاه. فانا مش عارفه، انا حتى يعني نفسي افاجئكم، مش عارفه افاجئكم ازاي. ثانيه واحده. طبعا دلوقتي كلنا عرفنا ايه هي المفاجاه، تمام؟ بصوا يا جماعه، انا عارفه ان في ناس كتير بتتمنى ان هم يكون عندهم بيبي، وان دي حاجه يعني ربنا يرزق الجميع يا رب بالذريه الصالحه. طبعا كلكم عارفين ان انا كده بقالي شهر، يعني شهرين الا والده اصلا الهانم دي. فالموضوع صدمه ومفاجاه لكل، يعني ليا وليكوا ولكل الناس. الفكره بقى في الفيديو النهارده ان انا هاخد رد فعل محمد رجب. جماعه انا لسه عامله البتاع ده دلوقتي، ومفروض محمد اصلا يغسل العربيه تحت عشان شويه نازلين. فانا مش عارفه هو بجد رد فعله بقى عامله ازاي. اقسم بالله المره دي بجد بجد انا مش عارفه يعني هيعمل ايه. هيزعل؟ هيفرح؟ هيتفاجئ؟ انا هعرف معاكم، يعني احنا دلوقتي هنعرف مع بعض رد فعل محمد ايه. وايا كان انا هنزل الفيديو ده، ماليش دعوه. اهم حاجه بس عايزاكم تفرحوا لي، وبلاش نسمع كلام ملوش لازمه بقى. لو هو مستعجلين ليه؟ كنت صبرت وكنت بتاع. على فكره يا جماعه، انا كنت عامله كل احتياطاتي، كنت مظبطه مع الدكتور، وكنت ناويه اجل الخلفه خالص. كنت ناويه اجلها لحد ما دي مثلا يبقى عندها سنتين ولا 3 سنين ولا 4 سنين كده، كنت هاجل اصلا فتره طويله. بس كل حاجه باراده ربنا طبعا، واحنا طبعا ما نقدرش نعترض على اراده ربنا. ساعات ناس بتبقى عاملين كل احتياطاتهم 100% ويحصل حمل عادي. فانا عايزاكم تفرحوا لي، وعايزه اسمع كومنتات حلوه، بس مش عايزه اسمع اي كومنتات سلبيه دلوقتي، لان انتوا عارفين كومنتاتكم السلبيه بتعمل فيا ايه، تمام؟ دلوقتي بقى هظبط الكادر واظبط كل حاجه، واستنى محمد يطلع ونقول له الخبر الصعقه. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، ونشوف رد فعله بقى ايه. بس انا حاسه ان هو هيتبسط، مش عارفه ليه، حاسه ان هي حاجه حلوه. لان انا اول ما عرفت انا اتبسطت قوي، ما جاش في بالي بقى مسؤوليه ولا بيبي. حسيت ان واحد زي اتنين، واللي هيخليني يا رب دي يا رب الاتنين، كاني كنت جايبه توأم عادي. ما انا لو كان ربنا رزقني بتوأم كنت هعمل ايه؟ فانا حاسه ان هو يكبروا مع بعض ويبقوا صحاب وكده، انا شايفه ان هي هتبقى حاجه حلوه قوي الصراحه ومسليه. يلا بقى نظبط الدنيا عشان محمد قرب يطلع. هرجع لكم تاني. جدعان انا سامعه صوت بره، استنوا خلي. محمد جه. صاحب البيت، سيبها بقى، مصدقتها نايمة. تعالى مصدقتها نايمة، تعالى حملك مفاجأة. كده عادي، صور كده، شكلك حلو عادي، مش مبهدل قوي. سوري، والله هعمل لك مفاجأة. بس خمار؟ لا، حاجة تانية. عرفت؟ إيه أكتر حاجة حلوة حصلت لك؟ كتير قبل مطرح اللي ضاع. يا عم لا، عمل عليها فيديو؟ أكيد لا يعني. أمال إيه؟ إيه أكتر حاجة حصلت لك الفترة اللي فاتت كانت حلوة؟ اكتر حاجه حلوه دي قلبي، دي قلبي. طيب مش نفسك في اي حاجه حلوه تانيه؟ امي تيجي بالسلامه يا رب. اي حاجه تانيه؟ شغل في السعوديه. حاجه تانيه؟ هي لا، حاجه تانيه. حاجه تانيه والله. الحمد لله، مش عارفه اجيبها له ازاي. الحمد لله ربنا مرضين. اوريك؟ مستعد؟ وريني ايه؟ المفاجأة. ايه طيب؟ متحمس طيب؟ المفاجأة جاي لك يعني؟ فيديو؟ دبلة؟ لا يعني حاجة مش عارفة اشرح لك، بس هي انت هتفهم من اللي في ايدي. ايه طيب؟ اوريك. وريني بقى، اكيد عايز اعرف ايه. اوريك؟ ايوه دلوقتي. ايوه والله وريني. واحد، عد لحد تلاتة. واحد، قول يلا. واحد، اتنين، تلاتة. انا انت حامل؟ ايه رأيك؟ حامل ده؟ انا مبسوطة قوي بجد.
مبسوطه قوي. ايه انا كمان مبسوطه. ايوه هو مش انا اراده ربنا. ايوه مش انا متفقين مع الدكتور. انت مش مصدق؟ سبحان الله بجد مبسوطه قوي. مالك انت مظلوم كده ايه؟ في ايه؟ عامل بقى؟ ايوه ازاي؟ في ايه يا حموده مالك؟ مش الدكتور عادي بتحصل عادي. انت مش مبسوط؟ لا مبسوط. لا شكلك مش مبسوط. لا مبسوط. لا بجد؟ انت مش مبسوط بجد؟ في ايه؟ ايه رد فعلك ده بجد؟ صدمتني اصلا. شهرين. طب هنعمل ايه محمد طيب؟ انت بجد مش عاجبك؟ بجد معترض؟ مش معترض على امر ربنا. الحمد لله ونعم ورود. الحمد لله لك يا رب. الحمد لله اكيد. امال ايه؟ في ايه؟ ايه ده بجد؟ يعني ايه قفلتني وجوه؟ ايه رد فعلك ده؟ هو ازاي طيب؟ ايه اللي مضايقك يا محمد؟ طب ما ندي البنت دي حقها طيب. طب ما نديها حقها واحنا هنربي اللي جاي ومش هنربيها يعني. وانا لسه انا لسه الشهر الاول ده لسه 9 شهور هتكون دي اصلا بقى عندها سنه. اتاكدتي والله؟ ايوه اتاكدت. ما هو ظاهر في الاختبار اهو. الحمد لله الحمد لله. وكلمت الدكتور وقال لي عادي وارد بتحصل يعني. الدكتور اتكلمتيه؟ ايوه. وقال لي عادي بتحصل؟ اه طبيعي يعني. ايه يا جدعان ايه يا جدعان؟ عمر ما حد حمل بعد ما ولد على طول؟ لا الحمد لله. ايه محمد مش عاجبك؟ انزله يعني؟ مبروك الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله. لا عادي ممكن انزله يعني نص الشهر الاول. مش قصه كده ما تستعبطيش. ما انت مش عاجبك اهو. انت مصدوم. احنا لسه ما فوقناش ولسه ما عطناش حقها ولا عطناها اي حاجه. استغفر الله العظيم بجد قفلتني والله. قفلتني منه بقى. خلاص انت خليتي رد فعلي. انا مش عارف مش عارف مش عارف ارد رد فعلي. انا مصدوم بجد. هتفضل مصدوم كده كتير؟ تعالى تعال عشان عندي مفاجأة تانية. بتهزري؟ بتهزري صح؟ لا بهزر في ايه يا محمد؟ بقول لك في بيبي هنا. في بيبي نونو اتغنط هيجي يبقى اختي دي او اخوها. مش انت مش انت ثواني هو انت مش انت من اسبوعين قلت لي تعالي نجيبهم ورا بعض عشان يكبروا مع بعض؟ كنت بهزر انا ساعتها كنت بهزر يعني بهزر. بتهزر؟ عشان انا عايز. هو حصل بقى هزار. افهمني انا نفسي ان انا امن مستقبلها الاول او ان انا اديها جزء من التربيه عشان خاطر بعد كده ايه. ما احنا هنربيهم هما الاثنين يعني. واحنا هنقصر في تربيه حد. افرض كان جالك توأم. افرض كان معايا في بيبي تاني وجم مع بعض كنا هنعمل ايه؟ كنا هنزعل؟ انا هنزله يا محمد عشان ترتاح. والفيديو ده مش نازل وانا هنزل من البطن عشان ترتاح. خلاص فكر بقى. وانا ما اعترفتش. خلاص خلاص. لا انا هتصرف. انا هتصرف في الموضوع ده. تصرفت. انا مش دماغي مش فيا. انت قلبتي لي دماغي يعني وحياتي يعني. نزلت البيبي ده وقلبتي لي دماغي كلها. ايه دي شويه وفك. انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ عشان بعد بس كل ده تاني بتهزري بتتكلمي جد؟ حول ولا قوة الا بالله. خلاص اعتبرني ما قلتش حاجه وهنزله بجد. ماشي. هو ايا كده انا هنزل الفيديو ده واخليه الناس تشوف ان انت مش عاجبك ان انا هجيب لك طفل تاني. مش هجيبني. هعترض على امر ربنا. تمام. بس ربنا عرفه بالعقل. طب يعني ايه طلعت حامل اعمل ايه في الحاله دي؟ يا ست ماشي الف مبروك وربنا يسلمك. الله يبارك فيك. شكرا. طب ودي هتعرفي تربي الاثنين مع بعض؟ لا مش هربي الاثنين مع بعض. تربي دي لوحديها؟ انت طالع عينك معاها يعني. انت طالع عينك معاها هتعملي ايه بقى مع حد تاني؟ ما بالعقل برضه. خلاص يا محمد هنزله. لسه برد. بطلي بقى الكلمه دي. انا بقول لك هنزله اعمل ايه تاني؟ هنزله خلاص. هتقتلي بقى هتقتلي. اه هقتل عشان انت مش عاجبك. طب هي دي ولمي نفسي. وقفلي الفيديو ده. مش هقفله. طب تعالى تعالى قرب اقول لك على حاجه. تعالى تعالى يلا تعالى معلش. ألف مبروك. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا. تمام. ان انا كنت بعمل فيكم مقلب. ايه
كنت بقى في كنت مقلب مقلب في يعني انت ولا كده عاجبك ولا كده عاجبك. تعال في ايه يا محمد؟ مقلب بهزر معاك والله بهزر معاك جماعة سوري يعني انا كنت بضحك معاكم وانا مش حامل ولا حاجة والحمد لله ربنا استرها معانا. ثانية محمد بهزر معاك فيها ايه؟ طيب ماشي يا عليا خلاص ماشي انا ماشي بس تيجي تلبيلي دماغي وليه تعملي معايا كده؟ طب عادي مقلب فيها ايه يعني؟ حتة تانية خالص تخليني استغفر الله العظيم الشيطان يخش لي يا حبيبي هزار والله فيها ايه؟ طب ما انت بتعمل فيها مقلب اوحش من دي ما طلعش في نونو ولا حاجه اهو يا عم خلاص يا ستي ده انا الناس اقول لك ايه احنا انا فاهمه انا فاهمه بس انت اتصدمت يعني ايوه انا فاهمه ان هو احنا اصلا مضغوطين انا عارفه ده والله. استنى يا جدعان محمد اصلا الفتره دي هو اصلا مضغوط جدا فكره ان في بيبي عايش معانا في البيت مضغوط من المسؤوليه وان هي ما بتنيمناش بجد بجد ما بنعرفش ننام منها وغير طبعا المصاريف وكل حاجات كتير قوي فان يكون في واحد تاني كمان كل ده تاني اكيد نعمه ربنا الحمد لله بس الوقت صعب انا فاهمه ده والله فاهمه ده بس هو بقى كان جامد في ان هو يتعمل فيه مقلب بصراحه صح كان جامد بصراحه الحمد لله يا رب ربنا يستر بقى عشان ممكن نلاقي بس اي وقت الله اعلم الحمد لله اكيد طبعا اتبسط بس ما تصدمنيش الصدمه دي لا ما يعني عارفه يعني لو في حاجه بجد خدها لي واحده واحده طب ما انا اهو خدت لك وقعدت اقول لك في مفاجاه وبتاع لا يعني قولي لي بص يعني مثلا ايه محمد مثلا كل حاجه الحمد لله فاهميني الاول يعني ايه اللي هو عشان الشيطان ما يخشليش ايه ده شويه رب احنا الحمد لله ماشي ما هو ما فيش بيبي دلوقتي في الحاجه كنت بهزر ده انا لا ما انت ما لو ربنا كرم بعدين ده انت وهما انا هما كمان استغلتهم كمان وقعدت اقول لهم انا فرحانه قوي وانا طلعت حامل اوريك المجدد وانت جايب اختبار الحمل ده منين؟ انت اصلا لو كنت ركزت اساسا بص عامل ازاي بس انا استعبطتك انت مروان من ظهري اصلا ايوه هو اصلا انا فكرته اصلا انا حاطط شكله ففكرته اصلا صدمتني انا كنت عارفه ان هو مش هيركز اصلا لو ربنا كرم يعني باذن الله يا رب كرمنا واحده واحده يا تالي واحده واحده عشان لسه الحمد لله وربنا يبقى بصي لو ربنا كرم حاجه قدام شغل ولا حاجه هنظروه ضربه عيال بس نثبت وربنا يكرم يعني مش نعمل لها مستقبلها على الاقل نعيشها عيشه كويسه في الاول بعد كده ربنا يكرمنا او نديها حقها في التربيه على الاقل 3 سنين او سنتين واللي كله اللي كل ربنا كاتبه كويس احنا مش هنحدد مده ايوه بس نديها وقتها باذن الله ودي شويه كده يا حلوين نكون وصلنا لنهايه المقلب اللي انا عملت فيه النهارده.